ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت لرابع اسبوع من شهر مارس 2024 هبدأ بالجانب المهني. الاسبوع ده المفروض انه هيكون افضل من الاسبوع اللي قبله. بمعنى ايه الكلام ده؟ زي ما قريت بالظبط ان الاسبوع اللي فات كان فيه مشاكل او عقد في الشغل هتنتهي الاسبوع ده. حاجة عايز اقولها بسرعة كده، لازم تعرف وتعرفي ان المشاكل مش هتفضل مستمرة، لازم المشاكل بتنتهي، بس الفكرة كلها ان احنا بنتعامل ازاي مع المشاكل. يعني كنت قريت مرة ان اكتر شخص ناضج هو اللي بيعرف يتحكم في غضبه في عز المشكلة، وكل لما بيتحكم في غضبه اكتر او بيبقى كنترول على نفسه اكتر، كل ما بيزيد نضج. والكلام ده انا عن نفسي جربته وشايفه ان هو كان مفيد جدا. ليه؟ لما اغضب هيطلع مني ممكن كلام يتمسك عليا بغلط، لكن لما اقدر ابتدي ابقى متحكم في نفسي ده هيخليني متزن وممكن ارد رد سليم. ومش شرط نرد في ساعتها، ممكن نرد بعد كده، لكن احسن ما ارد في ساعتها واندم على الرد. خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا. هدخل بقى على الجانب العاطفي وهبدأ بالعزاب. ارتباط تقليدي، والارتباط ده هيجي من اعجاب سريع، يعني في اعجاب سريع هيكون ناحية عزاب برج الحوت، وده هيكون سبب في ارتباط رسمي. كل ده كلام جميل وكل حاجة، بس ما خليش الاعجاب يخليني اتسرع في اني يعني في خطوبة. تمام، ادرس اللي قدامي كويس في الخطوبة عشان اتأكد انها مش هندم بعد كده، وتتأكدي ان انت حياتك الى حد ما هتكون مستقرة. طبعا اي شخص يعني هترتبطي بيه او اي شخصية هترتبط بيها لازم تعرف ان هيبقى في مشاكل، لكن احنا بنختار الناس اللي هي بتفهم في الاصول، اللي بتقدر، اللي بتعرف يعني ايه احترام، اللي بيعرف يعني ايه احترام في الوقت المشكلة، ويعني لما يكون في مشكلة كده ما بين الطرفين، هم دول اللي هيعرفوا يخلوا الكلام ما يطلعش يجرح، هم دول اللي هيعرفوا يتعاملوا مع المشكلة بشكل محترم. ولكن الناس اللي ممكن ناخدها ونتسرع ونكبر دماغنا من عيوبها ممكن تكون سبب بعد كده في حياة غير مريحة وكلام مهين. افضل حاجة عشان اعرف حد لازم احتك بيه كتير واركز في تفاصيله واشوف المواقف ورد فعله بيبقى عامل ازاي. ده اللي هيخليكي ويخليك تعرف الشخصية كويس وتتأكد اذا كانت مناسبة ليك ولا ومناسب ليكي ولا. ربنا يبعت لكل شاب وشابة شخصية مناسبة هتدخل على المتزوجين والمرتبطين. خلافات بسيطة هتمر سريعا، ده اللي قريته بالظبط، بسبب امور مالية. في امور مالية هيبقى في يعني واضح زنقة مادية شوية الاسبوع ده واللي هو الرابع يعني، وده هيكون فيه خلافات، بس الخلافات دي مش هتطول. افضل حاجة في الخلافات المالية يعني ان احنا ندور على سبب المشكلة ونحاول نحل المشكلة. يعني النقص المادي نحله ازاي؟ نبتدي نتكلم، نعمل ايه مشروع، نشتغل ازاي، نزود دخلنا ازاي، نقلل مصاريفنا ازاي. كل دي الحاجات اللي نتكلم فيها علشان نبتدي نحل المشكلة. لكن لو فضلتوا عاملين مشكلة مع بعض علشان النقص المادي، النقص المادي هيفضل موجود والمشكلة هتكبر. فطب ما انا احلها افضل، يعني ده بالعقل. ربنا يوسع من رزقكم ويهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير لو مناسبين لبعض. ندخل بقى على المتزوجين، لا سوري، ندخل على الجانب العائلي. تجمعات عائليه ولكن هتكون بنسبه متوسطه طول الاسبوع. الاسبوع الرابع من شهر مارس التجمعات العائلات مواليد برج الحوت هتكون بنسبه متوسطه. رب كل عيله تتجمع على بهجه وسعاده وفرح ومحبه. ندخل بقى على الجانب المالي. نقص مادي من بدايه الاسبوع، ولكن المفروض ان الاوضاع الماليه من بعد منتصف الاسبوع هتتحسن وهتكون افضل. انا قلت في حته المتزوجين والمرتبطين يا ريت النقص المادي او المشاكل الماديه نبتدي نتعامل معاها ازاي نحلها. لو قعدنا نفكر صدقوني هتلاقوا حل. ربنا يوسع من رزق الجميع. ندخل بقى على المستثمرين والتجار اصحاب المشاريع. ارباح ضعيفه جدا على مدار الاسبوع، واضح ان المستثمرين والتجار ومشاريع مواليد برج الحوت هيحققوا ارباح ضعيفه. ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. اخر حاجه الجانب التعليمي، مجهود كبير ينتظر طلاب برج الحوت وعليهم التركيز لتجنب نتائج سلبيه. الاسبوع الرابع من شهر مارس الشباب والبنات هيكون عندهم شويه شغل، ضغط دراسه، في شوية مذاكرة كده يعني هيدخلوا فيها، هيكون محتاجة مجهود، ودي مش حاجة وحشة، دي حاجة كويسة، لأن المجهود هو اللي هيوصلني للنجاح. دي يعني دي قاعدة لازم تحطوها أساسية في حياتكم، سواء في شغل، في دراسة، في رياضة. يعني لعيب الكورة بيقعد يتمرن وبيتعب وبيجري في الماتش وبيتعب عشان يقدر يجيب هدف.
اي رياضه يعني بيقعد يتمرن وبيتعب جدا في التمرين علشان عنده هدف عايز يحققه، عايز يفوز. وانتوا كمان لازم يبقى عندكم هدف وعايزين تفوزوا، ده الطبيعي. يعني مفيش حد بيتهيألي من الشباب والبنات مش عايز ينجح، يبقى نتعب شويه. وقت لحظه النجاح هتنسوا اي تعب وهتحمدوا ربنا ان انتوا تعبتوا وقدرتوا توصلوا ده. وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبه. دي كانت توقعات برج الحوت لرابع اسبوع من شهر مارس 2024. عجبكم الكلام ده ما تنسوش تعملوا لايك، لو مش مشترك او مشتركه تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. متشكر قوي ليكم، سلام.